يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات حارسا في سبيل الله لن تمسه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وبين ما ورد من قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها؟ هذا المرور على الصراط، ما هم مس النار، هذا المرور على الصراط، مرون على قدر أعمالهم. نعم.